السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم طريقه معرفه المواضيع او الفيديوهات الاكثر بحثا والاكثر مشاهده في اليوتيوب وجوجل. اوكي، يوتيوب ترند وجوجل ترند، يعني المواضيع اكثر مشاهده واكثر بحثا في اليوتيوب وجوجل. فجايب لكم موقع جوجل وموقع يوتيوب، يعني يجيب لك المواضيع اكثر بحثا واكثر مشاهده. طبعا هذه الطريقه جدا تحتاجها، يعني حق يعني تنشر اذا عندك قناه في اليوتيوب او عندك مدونه في جوجل بلوجر، فانت تاخذ المواضيع اكثر شهره وتاخذها وتنشرها في مدونتك او تنشرها في قناتك، تسوي فيديو في قناتك حتى تربح كثير دولارات، فتربح ارباح كثيره منها بهذا الطريقه، وتشوف اكثر مواضيع اكثر مشاهده واكثر شهره وتنشر نفس المواضيع حتى تربح دولارات كثيره. فالطريقه جدا سهل، كل ما عليك انك تدخل على هذا الرابط اللي بتحصله. طبعا افتح الوصف اسفل الفيديو بتحصل رابطين، رابط الاول هو رابط موقع جوجل ترند، ورابط الثاني رابط موقع يوتيوب ترند. اوكي، المواضيع يعني هذا الموقع يعني يجيب لك المواضيع اكثر بحثا او الفيديوهات اكثر بحثا واكثر مشاهده في الفتره، يعني في الساعات الاخيره. اوكي، طريقه الدخول للموقع جدا سهل. طبعا انا مختصر رابط بموقع اختصار روابط. طريقه الدخول اليه جدا سهل، كل ما عليك ان تدخل على الرابط. بعد ما تدخل على الرابط بيوديك لصفحات اعلانيه، تتخطى الاعلانات وبيفتح لك موقع. ناس بيشوفون هذا هو الموقع الاول، موقع جوجل ترند. اوكي، هيجيب لك المواضيع اكثر بحثا. اما الموقع الثاني هو يوتيوب ترند، المواضيع اكثر بحثا او اكثر مشاهده في اليوتيوب في الساعات الاخيره. فناس بيشوفون هذا اول شيء، نشوف موقع جوجل ترند. هذا الموقع الناس بيشوفون يعني تختار بالضغط على هذا الخيار. اوكي، تختار البلد اللي انت فيها، يجيب لك المواضيع الاكثر شهره اكثر مشاهده او اكثر بحثا في بلدك. اوكي، نختار البلد، انا اخترت السعوديه. اوكي، الناس بيشوفون السعوديه، اختار المملكه العربيه السعوديه. الحين نشوف المواضيع اكثر بحثا، الناس بيشوفون المواضيع، هذا كل المواضيع اكثر بحثا. اوكي، ناس بيشوفوا 2000 عمليه البحث، 2000 يعني اول شيء 1000 200000 هذا قبل، يعني قبل يوم، يعني اخر الساعات الاكثر بحثا. الناس بيشوفوا هذا كل مواضيع، تقدر تدخل على المواضيع وتشوف وتاخذ فكره عنها وتاخذ تنشرها في تدوينتك، تسوي موضوع خاص بك وتنشرها يعني بصيغتك وتحط تنشر المواضيع حتى تربح دولارات كثيره. بالضغط على تحميل المزيد يجيب لك تحميل اكثر، يجيب لك مواضيع اكثر. اوكي، ناس ما تشوفون كل المواضيع اكثر مشاهده في الفتره الاخيره في الساعات الاخيره. الحين اليوتيوب ندخل على، طبعا تقدر تغير البلد، تختار البلد اللي انت فيها، يجيب لك المواضيع اكثر شهره اكثر مشاهده اكثر بحثا في بلدك. الحين نروح لليوتيوب ترند، ناس بيشوفون هذا هو اليوتيوب ترند. طبعا انا اليوتيوب خاص بي في امريكا، اوكي، لدوله الولايات المتحده الامريكيه، فظهر لي كله فيديوهات انجليزيه، يعني فيديوهات اجنبيه، يعني كله يعني على حسب اذا انت فتحت اليوتيوب في بلدك فبيظهر لك هنيك الفيديوهات الاكثر مشاهده في بلدك، اكثر بحثا في بلدك. الحين انا ظهر لي كله فيديوهات، الناس بيشوفون فيديوهات كلها في الدوله الامريكيه اكثر مشاهده ووصل الترند. الناس بيشوفوا هذا كله فيديوهات الفتره الاخيره، يعني قبل يوم واحد 12 مليون. الناس بيشوفون هذا قبل يوم 400 و500 مشاهده، هذا كله فيديوهات اللي ضرب الترند. وبس هذا هو افضل، يعني هذا الموقعين لازم تدخله وتشوف كل يوم الفيديوهات اكثر مشاهده واكثر بحثا في اليوتيوب او في جوجل، فمواضيع اكثر بحثا والفيديوهات اكثر بحثا. هذا الموقعين جدا تحتاجه، انا انصحك انك تدخل على هذا الموقعين وتحفظه عندك، وكل يوم تدخله وتشوف الترند وتنشر مواضيع. اذا كان عندك تدوينه تنشر نفس هذا المواضيع حتى تحصل على مشاهدات كثيره وتزيد ارباحك في جوجل ادسونس او في اليوتيوب ومشاهداتك تزيد. بس يعني تنشر نفس المواضيع او يعني تغير بعض السياق لك يعني التدوينه. وبس هذا هو المقطع، اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. مع السلامه.